لا نقول نودع أولى الرحلات، ولكن نرافق أولى رحلات حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدسة المتكونة من 227 حاج وحاجة. ديما نقول حاج وحاجة لأن نسبة الحاجات في تونس يعني أكثر من نسبة الحجيج، 53% هم حاجات هن حاجات و 47% هم حجيج. فهذه الرحلة إن شاء الله سوف تقصد المدينة المنورة. هذه الرحلة فيها حجيج من ولاية تونس، من ولاية أريانا، من نابل، كذلك 2 حجيج من ولاية مدين. إذن هي ستقصد المدينة المنورة في إطار يعني 42 رحلة سوف تقصد مكة والمدينة، 20 رحلة تؤمنها الخطوط السعودية، و22 رحلة تؤمنها الخطوط التونسية. جرت العادة دائما أن تكون هذه الأمور مناصفة. 8 مطارات في تونس إن شاء الله سوف تنطلق منها رحلات الحجيج. هذه هي الرحلة الأولى، آخر رحلة مغادرة. هذه الرحلة على الخطوط التونسية آخر رحلة يوم 11 إن شاء الله جوان سوف تكون على متن الخطوط السعودية. أول رحلة عودة إن شاء الله يوم 21 جوان، وآخر رحلة عودة آخر حاج تونسي إن شاء الله سوف يعود سالما غانما سوف تكون يوم 9 جويلية إن شاء الله. وبذلك نكون إن شاء الله نعلن نجاح موسم الحج كالمواسم السابقة بحمد الله تعالى. هؤلاء الذين يعني شاهدتموهم وهم يقصدون البقاع المقدسة هم يعني من اصطفاهم الله قبل كل شيء، من 217,331 من ترشحوا للحج في هذا العام، ولكن الحصة المخصصة لتونس هي 10,982 من بينهم يعني 1000 حاج للمكفولي تونس بالخارج. هناك مكتب سيرافق هؤلاء الحجيج يتكون من 520 عضو فيهم بعثة الإرشاد. الإرشاد الديني لا ينطلق في الحج وإنما ينطلق على مدار العام، حيث وزارة الشؤون الدينية تسهر على تكوين الحجيج وتزودوا فن خير زاد التقوى الزاد الشرعي، لأن الحاج في نهاية الأمر ليست رحلة سياحية، هي رحلة تعبدية. وهو كما يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين هو تمام الأمر وختام العمر. فكل مسلم يتمنى أن يختم عمره بحجة مبرورة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فيعني معدل الأعمار هو 56 سنة. أكبر حاجة هي يعني حاجة رقية يعني التي زرتها في مدينة رمادة، وكانت يعني تتمتع ما شاء الله بصحة جيدة، ويعني هي عمرها 104 سنوات. هذا يعني بعد قرن وأربع سنوات تلبي نداء سيدنا إبراهيم سعادة السفير، فهي يعني الحاجة رقية. وأصغر حاجة هي أختنا منى من مدينة صفاقس عمرها 25 عام. بالنسبة للإرشاد الديني قلت على مدار العام هناك المرشدون دينيون يرافقون حجيجنا الميامين في طوافهم، في رميهم، في شعائرهم، في مناسكهم، في كل المناسك. كذلك هناك بعثة الخدمات والإسناد لتسهر على تسكين الحجيج في الفنادق، الإعاشة عندما يكونون في المخيمات في ميناء وفي عرفات، التنقل بين المشاعر في الحافلات، وكما تعرفون النقل الجوي تؤمنه الخطوط التونسية والخطوط السعودية. هناك بعثة طبية، هناك إطارات طبية وإطارات شبه طبية، وهم موجودون في كل رحلة إن شاء الله مش يكون فيها 3 إطارات طبية أو إطارين، حتى يعني يرافقون الحجيج، ليس فقط يعني في عيادات داخل الفنادق، وإنما يطوفون على الحجيج في غرفهم إن شاء الله حتى يؤمنون لهم يعني. وقد تم شحن يعني كمية من الأدوية، وكل حاج طبعا يعني يهز معاه الأدوية متاعه. وكما رأيتم هناك يعني كبار السن، هناك المرضى، واللي شرفنا باش نكونوا خدم لهم. نحن يعني يشرفنا كثيرا أن نكون خدم لضيوف الرحمن في بيت الله العزيز. كلفة الحج 19,970 دينار، يعني ما يقارب 20,000 دينار بالنسبة لكل يعني مش يرافق زوجته، وكلفة المصاريف هناك يعني نعم هذه الكلفة يعني نحن سعينا إلى الضغط على هذه الكلفة، والحمد لله يعني الإقبال كبير على موسم الحج كما قلت لكم 217,331. بالنسبة لشقيقة المملكة العربية السعودية في كل يوم جهوي من الأيام الجهوية التي أشرفت عليها للحجيج الميامين كنت يعني أوجه رسالة شكر إلى المملكة العربية السعودية وإلى يعني خادم الحرمين الشريفين وإلى الأخ العزيز وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة هناك وسعادة السفير هنا. حقيقة يعني في السنة الماضية مكنونا من مخيم إضافي في ميناء، وربما الناس تعتبر ذلك أمرا هينا، الشبر في ميناء عنده قيمته. فيعني السلطات السعودية مكنتنا، وعندما أقول مكنتنا يعني تونس فقط. وهناك أمر آخر زاد وليس سرا أفشي، كون مكتب عندما وقعنا اتفاقية الحج مكتب حجاج تونس كان عدده 110، تم مضاعفته إلى 5 أضعاف.
520. فلذلك هذا الأمر نحن كل ما يعني عندما نطوف على الحجيج نقول لهم هناك أشقاء يحبونكم في المملكة العربية السعودية، أشقاءكم في السعودية يحبونكم كثيرا، لذلك نحن لا نعتبرهم حجيج فقط، نعتبرهم سفراء لبلادهم من تونس الحبيبة إلى السعودية الشقيقة، وإن شاء الله سوف يؤدون مناسكهم في يسر وفي سهولة وفي تسهيلات، ودائما يعني نجد إلا المعاملة الطيبة والظروف اللائقة والرائقة إن شاء الله. وأنتم بارك الله فيكم على مواكبة هذا اليوم وهذا الحفل البهيج بآبائنا وأمهاتنا الحجيج.